مجانات الصعوب التي قدمتها لنا هجن الرئاسة في أول الموسم 2016-2017. ينطلق شوط آخر يحمل في طياته القوة والإثارة، 3 كيلومترات التي تحدد مصير القعدان، الحقائق المنطلقة. هنالك درع آخر، درع البيت متوحد. من اللي يخطف الرمز الثاني؟ من اللي يذهب بالسلام؟ من اللي يذهب بالناموس كما فعل بالرملي بين رمال المصانع الجنوبية؟ سجل اسمه بحروف من ذهب. ينطلق هذا الشوط إضافة إلى السيارة النيسان الستيشن 2016، تنتظر واحدا من بين هؤلاء القادمين من جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي. ابحثوا مع حضراتكم مع المراكز الاولى ومقدمة الشوط. من يتقدم مع المركز الاول؟ يتقدم مبشر يتقدم مع المركز الاول. بدا يبشر بالخير، بدا يبشر بالناموس. بشروني عنك يا مبشر، ما يدرون عني، ما دروا باللي شغل فكري وظني. يا مبشر، يوم سموك باسم مبشر فز قلبي من اجل الرمز، من اجل الفوز، من اجل الانتصار. المركز الثاني وصلاح ايضا مع المركز الثاني، وصل مع المركز الثاني. حرام بن راشد بن سيف الغفلي يقدم لنا الهرماس، يقدم لنا الهرماس وهو قادم مع المركز الثاني. هنالك لدينا في تبوك الورد منطقة تسمى في بير بن هرماس، لا شك أن الهرماس على تلك المنطقة الجميلة. المركز الثالث، ثالث المراكز، وصل رعد. أوه يا العميمي، وصل في هذه اللحظات مع رعد. يتقدم حارب بن مغير بن سالم العميمي، شن الغارة، شن الهجوم. بينما المركز الرابع احد الشعارات القوية، احد الشعارات المهمة، وصل المجازف مع منذر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، احد هوامير الصحراء، يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع، القدوم والتقدم من عجلان، وصل خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، عاشق لسلالة المختبر. وصل ابو حمدان، والعودة الى مقدمة الشوط الى المركز الاول. يا الهواري يا الهواري، مبشر والهرماس، مبشر وهرماس، ولكن هرماس خلى الكل ينحاس، الا المجازف، مع منذر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الدرع الاخر، شوط القعدان للصعوب. درع البيت متوحد، اللي يبي الناموس يروح، اللي يبي الفوز يروح. روح يا مالك هرماس، يا مالك الهرماس، روح يا الغفلي، روح يا الغفلي، روح يا بن زيتون، يا بن زيتون، يا بن زيتون. الامتار الاخيرة ما بين منذر، ما بين الهرماس، حرام بن راشد بن سيف الغفلي ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. اهالي منازف، اهالي منازف، المجازف، المجازف، المجازف لا يغيب، لا يغيب، لا يغيب. هو اقرب حبيب، هو اقرب حبيب للرموز، للانتصارات. وقد اعذر من انذر يا بن زيتون. منذر، 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 تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وكعادة المجازف لا يكف
عن المشاغبة، لابد من أن يسجل حدث مع التوقيت الزمني في هذا الصباح. الهرماس كان مع المركز الثاني، حرام بن راشد بن سيف الغفلي قدم أداء جميل يشكر عليه مالك الهرماس. المركز الثالث وصل مبشر محمد بن دغاش بن محمد العامري رابع المراكز، وصل ليت منصور بن صالح بن حبتور العامري وخامسا، وصل مكلف حامد بن فارس الشامسي. إذن متابعين الكرام في كل مكان، بن زيتون يفعل ما لا تظنون، 4:41 وجزئين من الثانية هو التوقيت الزمني المسجل، أفضل من شوط البكار في هذا الصباح. تهانينا لمالك منذر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، 4:42 بدون أجزاء من الثانية. الهرماس الهرماس، تهانينا لحران بن راشد بن سيف الغفلي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث 4:45.6 من الثانية هو التوقيت الزمني لمبشر، تهانينا لمحمد بن دغاش بن محمد العامري. إذا متابعينا في كل مكان، تهانينا لكل الفائزين، وأتمنى التوفيق والنجاح والسداد